بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، كما وعدناكم بتحديد جمعية عمومية عادية للنظر في اعتماد الميزانيات النقابة المختلفة 18 و17 و16، وأيضا للنظر في الزيادات التي أعلنها مجلس النقابة على حضراتكم في المؤتمر العام في الغردقة أو في وسائل الإعلام المختلفة. والحقيقة حددنا يوم 25 نوفمبر في يوم عمل، باعتبار أن احنا بنتيح الفرصة لجميع السادة المحامين في أثناء وجودهم في أعمالهم أنهم ينتقلوا للتصويت على مقررات مجلس النقابة أو على توصيات الجمعية العمومية التي إن أجيزت تتحول إلى قرارات. والحقيقة أنا حابب أوضح أو أرد على بعض التساؤلات، لأنه في حد سألني لماذا نصوت على الميزانية في ذات الوقت مع الزيادات المحددة للمعاشات، وهل يمكن أن نصوت للمعاشات مثلا بتصويت وتصويت مخالف للميزانية؟ الحقيقة للإجابة على السؤال ده لازم نؤكد منطق أن هناك وحدة واحدة بين هذه الموازنة وبين ما يترتب عليها من آثار مالية، بمعنى أن هذه الميزانية بفوائدها المختلفة من 16 17 18 هي جزء لا يتجزأ من قرارنا بزيادة المعاشات، لأنه في النهاية هناك ربط مالي واقتصادي بين الأمرين، فلا يجوز أن تقرر زيادة أنت غير معتمد مواردها أو غير معتمد مداخلها أو غير معتمد مصدر تمويلها، وفي ذات الوقت لا يمكن الفصل بين أمرين جوهريين غير قابلين للانفصال. وبالتالي إن هناك ضرورة لوحدة التصويت، إما أن نقبل الزيادة مرتبطة باعتماد الموازنات المختلفة، وإما أن نرجع أو نرفض هذا الاعتماد أو ذاك الأمر. الحقيقة محاولة الفصل فيها تعسف، لأنه يعني تبعث على أو تؤكد أن هناك بواعث انتخابية أصلا وراء هذه الدعوة، وأنه الموضوع مقصود بكيد الناس تدين الميزانية قبل أن تقرأها. الميزانية الآن موجودة في النقابة العامة وسوف نرسلها للنقابات الفرعية تيسيرا على أمرها، وهنكلف الموقع أنه كمان ينشرها على صفحات التواصل الاجتماعي. للأسف الشديد قبل أن يقرأ مصدر بيانات التنديد بالميزانية هذه الميزانيات نددوا بها وأشاروا إلى أنها تحوي وتحوي وتحوي وتحوي، وإحنا يجب أن تكون مرجعيتنا هي المرجع الديمقراطية. إحنا مش هيمشينا مجموعة من الناس أو مجموعة من القيادات أو مجموعة من المحامين تقرر لنا ما تريد ثم ننفذ لها ما تريد. الجمعية العمومية هي سيدة قرارها وهي سيدة نقابة المحامين، ومجلس نقابة المحامين هو الذي ينفذ هذه الإرادة سواء من خلال الجمعية العمومية أو من خلال صندوق الانتخابات. إحنا مسؤولين كمجلس نقابة عن ميزانيتنا، وبندعوكم للحضور والتصويت بما تريد، تصوت بنعم أو تصوت بلا أنت في غاية الحرية. التصويت سوف يكون كتابة ولن يكون برفع الأيدي حتى يعني نتفادى الالتباس. التصويت والفرز وإعلان نتائج التصويت في ذات المكان الذي يتواجد فيه المحامين بدار النقابة العامة. إذن لا غبار على كل الأدوات والآليات اللي احنا وفرناها من أجل أن نسمع إرادة المحامين وصوت المحامين في ما يعرض عليهم من أمور. الأمر الآخر أنه اللي بيشكك في الميزانيات أيضا بيقول الله دي الجهاز المركزي لم يراجع مثل هذه الميزانيات. هذا الكلام غير صحيح. الجهاز المركزي موجود مقيم لدينا في نقابة المحامين إقامة دائمة، له مكتب بيراجع ما يريد يوميا من مستندات صادر أو وارد داخل أو خارج. الميزانيات معتمدة أو مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأصدرت تقاريرها وردينا على هذه التقارير وعلى هذه الإيضاحات وأجيزت طبقا لقانون الجهاز المركزي. لو أن هناك جريمة في أي موازنة ممن يدخل في اختصاصها بتقدمها للنيابة العامة. لو أن الأمر مجرد تعليمات إدارية أو مخالفات إدارية أو ترتيبات إدارية بتجيز الأمر وتعيد الموازنة إلى أصحابها كما أعيدت لنا، وإحنا الآن بنقدمها للسادة المحامين.
اللي بيدعي انه مجلس نقابه المحامين لم يناقش هذه الموازنات ايضا الثلاثه هذا الدعاء كذب وغير صحيح. احنا في تاريخ 6/12/2018 مجلس نقابه المحامين صدق على ميزانيتين 16 و17 ما كانش ميزانيه 18 بس. في 4 أبريل 2019 تم المصادقه على ميزانيه 2018. اذا ده كلام ثابت في مجلس نقابه المحامين وموقع باسماء حضور اعضاء مجلس نقابه المحامين اللي بيدعي بعضهم ان هو ما شافهاش وما طلعش عليها. لكن نرجع لاصل الموضوع، احنا ما هو الجديد في الجمعيه العموميه غير الميزانيه؟ الجديد في الجمعيه العموميه هو حجم الزياده التي تقررت في هذا المشروع او في هذا القرار او في هذه الجمعيه. الزياده الان في حدها الاقصى وصلت الى 3000 جنيه باحتساب 75 جنيه عن كل سنه اشتغال بحد اقصى 40 سنه. هذه زياده غير مسبوقه. هذا الرقم 3000 جنيه لا يوجد مثله في اي معاش اخر نظير لمعاش المحامين في اي مكان، في هيئه التامينات او في غير هيئه التامينات لكافه الوظائف المختلفه. لم نكتفي بهذه الزياده فقط، لكن هذه الزياده ارتبطت ايضا بزياده الحد الادنى للمعاش، اصبح 1000 جنيه مهما كانت سنوات الاشتغال ومهما كان عمر المشتغل، عمر المحامي المشتغل. الامر الاخر الذي نضيفه لهذه الزيادات هو الزياده لكافه المعاشات القديمه. كافه المعاشات القديمه التي تقل عن 675 جنيه بتزيد من بنسبه 35% الى 15% حسب بتدرج معين بجدول معروض على حضراتكم في الجمعيه العموميه. ايضا هذه الزيادات زيادات غير مسبوقه في تاريخ نقابه المحامين. مضاف الى هذه الزيادات الزياده الدوريه اللي هي كل سنه 5% هتزيد كل المعاشات القديم والجديد سواء ابتداء من 3000 جنيه الى الحد الادنى المقرر هتزيد معاشات المحامين بنسبه 5% كل سنه ما لم نقرر زياده اكبر خلال السنوات القادمه. هناك امر جديد ايضا في المعاشات استحدث، وهو ان المعاش الذي يتقرر لاسره المحامي يظل بقيمته كامله الى اخر مستحق للمعاش دون مساس ودون انتقاص ودون اعاده ما يخصم لصالح نقابه المحامين ليعود مره اخرى للاسره او لما تبقى من الاسره في المعاش، سواء كانت هذه الباقيه ارمله او كانت ابنه او كان ابن معاق. بهذا الشكل نضع امام حضراتكم اكبر انجاز من انجازات القانون الجديد ومن انجازات التنقية التي تمت خلال السنوات القادمة. ونحن الآن نبدأ الخطوة الأولى لزيادات واعدة بإذن الله سوف تتوالى على حضراتكم. بهذا نؤكد لحضراتكم أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر القرار فيها لحضراتكم، التصويت فيها لحضراتكم دون تدخل أو إملاء من أحد. لا تنزعجوا من البيانات أو من المنشورات التي تناهض هذه الجمعية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث المحتوى ومن حيث الزيادات، لأنكم لو راجعتوا أسماء أصحاب هذه البيانات هتجدوا أنهم هم من حاولوا أن يدخلوا التعليم المفتوح في نقابة المحامين، وهم الذين أيدوه، وهم الذين كانوا ضد التنقية وأقاموا الدعاوى القضائية وأصدروا البيانات والتنديدات ضد نقابة المحامين. هم من عارضوا وقاوموا إصدار أعز تعديل في تاريخ نقابة المحامين، التعديل الأخير لقانون المحاماة اللي عزز المحاماة ماديا ومعنويا واقتصاديا وأعطى قيمة غير مسبوقة وإضافة غير مسبوقة لتاريخ نقابة المحامين ومستقبل نقابة المحامين. هم من قاوموا أو من دعوا إلى جمعية عمومية في 16/2016 لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين أيضا وفشلوا. إرادة المحامين من إرادة الشعب وإرادة الشعب من إرادة الله، وسوف ننتصر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.